الله أكبر الله أكبر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحب الأعمال إلى الله العبادة في وقت الهرج. في وقت الهرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقت الناس تهنى فيه في معاصي هذا من أحب أوقات العبادة طاعة الله عز وجل. الناس غفلان الناس مع الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. This time is the most time that Allah عز وجل love the ta'at to pray or worship him. In the time that there's yeah, subhanAllah, most of I mean, they don't care about, they don't know about Allah, they don't care about it. They don't care. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير الله سمع الله لمن حمده الله فستعلمون من هو في ضلال مبين
أفمن يأتيكم بماء معين؟ الله سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت إنك يا مولانا تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا واصل المقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. لا رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا يا الله، آنسنا بالقرآن، ارزقنا بالقرآن، علمنا بالقرآن، فهمنا بالقرآن، ارحمنا بالقرآن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأزواجنا وذرياتنا ومن لهم حق علينا يا عزيز يا غفار. اللهم اكتبنا عندك في هذه الساعة من الذاكرين الشاكرين المستغفرين يا الله يا الله. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، فرجك لأمة الإسلام، اجعل قادم أيامنا خيرا مما سبق يا الله. اللهم أرنا عز الإسلام والمسلمين، وانصر المجاهدين، وانتقم من الظالمين وأحوالهم أجمعين. اللهم حرر المسجد الأقصى يا الله، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات فاتحين. اللهم آمن روعاتنا، وأقل عثراتنا، ويسر أمورنا، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، وافتح لنا كل مغلق. اللهم يا الله يا الله، أنزل بركاتك ورحماتك ومغفرتك علينا في هذه الليلة يا الله، وانظر إلينا نظرة لا نعذب بعدها أبدا يا الله يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ربنا، يا من عز جارك وتقدست أسماؤك، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا الله، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا سيدنا ومولانا يا الله. نسألك اللهم أن تفرج كرب أمة الإسلام في كل مكان، وأن تحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن ترفع الأذى والظلم والطغيان عن أمة الإسلام، وأن تردنا والمسلمين وتوحد كلمتنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجمعنا بك عليك، اللهم اجمعنا بك عليك، اللهم اجمعنا بك عليك، اجمع علينا أمرنا، ووحد كلمتنا، ورص صفنا، وداوي جراحاتنا، ولم شعثنا، ووحد كلمتنا، اللهم وبارك قوتنا، اللهم يا حنان، يا منان، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، لا تردنا خائبين، واختم لنا بالباقيات الصالحات يا الله. اجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله
الله من السلام عليكم ورحمة الله.